فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ايها المؤمنون وللقلب السليم علامات علامات تدل عليه وتدل على سلامته ونقائه وزكائه وقد كان نبينا عليه الصلاه والسلام يقول في دعائه واسالك قلبا سليما والقلب السليم معاشر المؤمنين له علامات ومن هذه العلامات ان يكون قلبا مترحلا عن الدنيا متجافيا عنها غير مغتر بها عالم بحقيقه حالها وانها دار الفناء والزوال وانها مرتحله وليست باقيه كما قال علي رضي الله عنه ان الدنيا ارتحلت مدبره والاخره ارتحلت مقبله ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ومن علامات القلب السليم ان تكون همته واحده وهي نيل رضا الله والبعد عن مساخطه جل في علاه ومن علامات القلب السليم عباد الله بعده ومجاهدته للمجاهدته للبعد عن المعاصي والاثام والبدع وفعل الحرام وقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين ومن علاماته عباد الله العنايه بتصحيح العمل اكثر من العنايه بالعمل نفسه اخلاصا لله وصدقا مع الله جل وعلا ونصحا في عباده الله واستشعارا لمنه الله عليه واتهاما للنفس بالتقصير في جنب الله ومجاهده لها في طاعه الله ايها المؤمنون عباد الله وهكذا ينبغي ان يكون المؤمن معتنيا بقلبه عاملا على اصلاحه مجتهدا في تزكيته وتنقيته